السنوي الذي يسجل احتفال كل فعاليات بذكرى 17 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي اختير لها هذه السنة شعار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقاربة متجددة لإدماج الشباب. حضرات السيدة والسادة، لقد ركزت هذه المرحلة على الوقوف بالرأسمال البشري وخاصة الشباب، وهو ما ورد في خطاب دلالته اليوم 26 يوليو 2018 بمناسبة ذكرى 19 لعيد العاشر المجيد، والذي جاء فيه: حتى يكون الأثر مباشرا وملموسا فإني أؤكد على التركيز على المبادرات المستأجرة في مجالات التالية. ثانيا، إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتعزيز مكاسبها وإعادة تمشيط برامجها للنهوض برأس المال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل. انتهى منطوق الخطاب الملكي الثاني. حضرات السيدة والسادة، إن الشعار الذي اختير بمناسبة تفريد هذه الذكرى جاء لمعزز نموذج المقاربة المتجددة لإدماج الشباب عبر الاستماع والتوجيه والمواكبة داخل منصات الشباب المحددة، عبر مواكبتهم من طرف منشطين متخصصين ميدانيا وفق استراتيجية تجاربنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية محفزا أساسيا للإتقائية والتكامل. لقد تميزت هذه المرحلة بإنجاز 188 مشروع في إقليم المواصل، والتي فاق بنحو المال الإجمالي 144 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 61 مليون درهم. حضرات السيدات والسادة، إن البرنامج الثالث تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب يتضمن محاور تتماشى مع جميع الفئات الشابة، سواء منها حامل الشوائب أو غير متعلمين أو غير حاصلين على شهادات تعليمية، وفق محاور تراهن على خلق مناصب، على خلق فرص شغل ودعم مقاولات للشباب، سواء المقاولات الذاتية أو الشركات أو التعاونيات في إطار الدعم الاجتماعي والاقتصادي التضامني. تبعا لبرنامج تكويني هدفه التنمية والشمولية المندمجة والمدمجة. في هذا الإطار قد تمت برمجة 65 مشروع في هذا البرنامج الثالث منذ انطلاق المرحلة الثالثة بغلاف مالية فوق 35 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يفوق 63 مليون درهم. رينجا ابتسام، رئيسة قسم العمل الاجتماعي بإقليم النواصر. اليوم إقليم النواصر كيحتفل بالذكرى 17 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية مقاربة متجددة لإدماج الشباب. وبطبيعة الحال هذا الشعار يتماشى مع روح ومع مبادئ البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية اللي هو تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. هذا البرنامج بطبيعة الحال كيقوم على أساس منصات طبعا لاستقبال ولتوجيه الشباب، اما للتعاونيات، اما لانشاء تعاونيات او مقاولات ذاتيه، او يتوجهون من اجل التشغيل. وفي هذا اليوم البهيج اقليم النواصر برمجة انشطه صباحيه اللي قمنا بزياره منصه الشباب، اللي طبعا هذه المنصه اللي قامت بمواكبه الشباب اللي هما عرضوا مجموعة من المعارض، منتوجات البيو، مجموعة من المنتوجات التي قمنا بعرضها في قرية المقاولين. طبعا هذه الزيارة كانت جد مهمة للسيد العامل والوفد المرافق له. إقليم النواصر كباقي العمالات أنجز في البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية 865 مشروع بميزانية مالية تقدر كغلاف مالي إجمالي 35 مليون درهم، مساهمة المبادرة الوطنية ب 23 مليون درهم، علما أن عدد المقاولين بلغ العدد ديالهم 35 مقاول. قمنا بزيارة لمنصة الشباب ثم لقرية المقاولين. برنامج الزوالي، فقد قمنا بتقديم عروض اللي كتحدث على المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية، وبالتالي
عن مكتسبات ايضا التي اكتسبناها من المرحله من هذه المرحله، وبالتالي ايضا قمنا بعرض حصيله للبرنامج الثالث للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وقد اختتم هذا البرنامج بطبيعه الحال بشهادات لمجموعه من طبعا الحاصلين على المشاريع والمدعمين من طرف برنامج المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وايضا قمنا بعرض شريط مؤسساتي يستعرض جميع المشاريع التي تم انجازها في المرحله الثالثه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وقد استهل هذا طبعا النشاط على في المرحله الزواليه بكلمه القاها السيد العامل، حيث لخص فيها الاستراتيجيه الجديده لبرنامج الثالث للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه.